هاي الفرحة بفرحتين فرحة وقرة العين يا يهود بغداد الصابين يا يهود بغداد الصابين يهود العراق الصابين يحفظك معدرة توفير اليهودية في بغداد كانت هي الجالية الثانية بعد المسلمين. في 1921 قدر عدد هؤلاء بنحو 137 ألف نسمة من اليهود، ولهذا يعد يعني تقريبا خمس عدد سكان بغداد. سكان بغداد لم يتجاوز النصف مليون سنة 1921، ولكن في تعداد سنة 1947 قدر عدد اليهود في بغداد أو في العراق تماماً 120 ألف يهودي في كل العراق. 80% من هؤلاء أو 80 ألف يهودي موجود في بغداد بالذات. تقلص العدد بشكل كبير بعد قانون إسقاط الجنسية، والحقيقة أن إسقاط الجنسية وترك العراق كان قبل صدور القانون وقبل قيام إسرائيل، يعني قبل الهجرة اليهودية الكبيرة. على شواطئ دجلة مر يا منيتي. كانت هناك محلات بغدادية في قلب العاصمة بغداد، هي محلات يهودية 100%، يعني نذكر تحت التكية أبو دودو، أبو سيفين، قنبر علي، محلات كانت محلات يهودية تامة، أبنيتهم، معابدهم، مقاهيهم، مطاعمهم، ولكن لم يبقى شيئا من هذا التراث، على يعني على الأقل التراث المعماري أقول مع الأسف. بيت ساسون حسقيل قبل نحو سنة مع الأسف نقب، وهو بيت كبير. من المعابد اللي أذكرها في بغداد معبد البتاويين موجود لحد الآن، وهو الآن يعتبر من الأموال المجمدة اللي تابعة لوزارة المالية، وهو هي أكثر عقارات اليهود في بغداد صدر بها قانون الأموال المجمدة في آذار 1951. يعني بعد قانون إسقاط الجنسية عن اليهود صدر قانون الأموال المجمدة، وتعتبر هذه الأموال لا يمكن التلاعب بها أو تغييرها أو ما إلى ذلك. ولكن مع الأسف مرور السنوات الطويلة هذا القانون هم يعني خرق في أماكن كثيرة. عندما نذكر القانون يعني رجال القضاء، نذكر روبين بطاط، نذكر داوود سمرة، نذكر يوسف الكبير، هؤلاء من يعني أذكر لك هؤلاء من رجال محكمة التمييز في الموسيقى، نذكر صالح وداوود الكويتي، نذكر سيد مراد. العلاقات الاجتماعية السائدة بين المسلمين واليهود وسائر الطوائف الأخرى علاقات يعني عادية ولا تشوبها أي مشاكل دينية أو سياسية أو عقائدية وما إلى ذلك. يعني أجيب لك على سبيل المثال، كان زواج ناظم الغزالي من سليمة مراد كانت يعني قضية اجتماعية يعني عادية جدا. عائلة سليمة مراد عائلة يهودية معروفة. بلا شك من الإيجابيات الآن أكو اهتمام بقضية تاريخ اليهود ووضع اليهود في العراق في الجيل الماضي، يعني تذكر أغانيهم، تذكر تراثهم، وهم أيضاً اليهود في خارج العراق كانت لهم مواقف إيجابية بالحنين إلى أرض العراق، والآن كتب الذكريات التي تصدر بين فترة وأخرى لكتاب يهوديين وكلها يعني تنبض بالحنان والحب إلى بلدهم الأول العراق. أنا نفسي من أحفاد جيل المهجرين من اليهود العراقيين في منتصف القرن العشرين، وأشارك نفس الحنين الذي يعبر عنه دودو تاسا خلال أغانيه. تأديني تأديني يا
كفيله. هذا من الأشياء اللي نرحب به ونفتخر به، أن إخوتنا وأخواتنا العراقيين والعراقيات يهتموا فينا ويريدوا الصداقة معنا. طيلة الوقت كان لديهم اشتياق لبغداد، عاشوا أوقاتا جيدة ورائعة في بغداد وكانوا سعيدين جدا في البلاد. أرادوا بشدة الهجرة لإسرائيل، لكنهم سرعان ما افتقدوا مكانهم الذي نجحوا فيه. تذكروا كيف كان ينام الجميع على أسطح البيوت في الصيف، ولا زلت أتذكر البيت. هذول العراقيين يعني عندهم شهام، عندهم هذا، عندهم اللي يحبون الخطار. التوبة التوبة كم نوبة، أنا أقول التوبة يا ردي يا ولفي وياك تطلع الحوبة.